نجيدي جدا سدليلني غالبا دي شيء دي جي مسألة جي شوف تقليد أعمار من تقليد كده سدليلني مزرقان ويني مبيش لا خبر تكاي دليل خير يا أبو بكر راني دوين تاج دي بدي كده سوچ كي جي دي سر زمان مقام كمي أنا كده تغلط سوچ تي ولك عالم فناس دي بار إذن بخير دين تقوس كي أشوف مسألة بقى نقولي لند هو ما تا ما تبقى نشتي فإمام مالك رحمه الله بس يرى كسان رأي يرى مدينيتي اور یسو مسلو تو پوچھ لیو سنا کہ کہ بے شک ما تو پتہ نہیں چھ نا کو تی مندی بس دیرا کر کریو اتے ما تو پتہ نہیں چھ دی سفر من دو بلا خلق تو سو و خلق بس لا کہ تو چھ امام مالک وئی چھ ما تو پتہ نہیں چھ خبر ختم شو دی تو ای دل صدر نہ یرا یہ مسلہ تے نہ معلوم اس ما چھ ہے یہ سلا مسلہ تے معلوم ہے پریز خرچ نہ تو پوچھ کے جو تو پوچھ لے وقتوں کہ یہ سلا پیسی ہوا روڑی ہوا غریب دے دیرا تھما کسر سری ورک کسر سری ورک کو کسر سری نے بخوری طریقے واپس کر بخوری طریقے سے اس نے رائے در بیسی ہوئی مال بیسی لگا نشت رس اللہ ایتا مال دارش اللہ ایسا دا حجی جنو پوری گو مسا نشت خفرش دا پوری طریقہ ہے دا باز کسان بیسی ورک اب یہ بسی ورس اس باتی ادر او جن دوکا باز ما دا پتو اللهم فرق سوى قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى اللهم دي صدقين وخد دعوة جيتا سوى سوى ما بكره ما بكره سوى يعني صدقة دولة نيوة وكرة دي يخبرو خبرون دي ما بكره وطا طولة جميش دي ما دلزا دي صدقين دغا خبر خوا صدقة دي ورق ربي دي ورس تغريب بشرمون وشرمون دس صدقة شو لغينا ما دي ايبتون رولي أرأيت الذي يكذب بالدين كم سرعت اخرت دروغ جندني لا غبا صفات الله ذكر كردن يوسف دي فذلك الذي يدعو اليتيم دي كي وكي تالا يتيم لا دار مؤمن صفات ندي قول دا داخل كو صفات تي اخرت الانكار ولا يحض على طعام المسكين والتيزين وركي بخورات ده غريبانا ومسكينان لغينا بادي حديثون عولي وده حديثون باختصار سروي ولغينا بعض فوائد اولاني حديث ده وعن سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ستة نفر بعد مكيكي كلت رسول الله مكيكي بعد هو خبر كيف جمعنا رسول الله رشبك كسان الناس فقال المشركون للنبي صلى الله عليه وسلم بقريش لسرداران المشركات فرسول الله تبي اطرد هؤلاء لا يشترئون علينا كتب غواري جمعنا سر المدرسة كيف ندى كمزوري جي لخواه شاكناس لازرك سبب ودي بهم اللي زلوش ده ذلك وكنت انا وجلس من الرسول صلى الله عليه وسلم وابن مسعود عبد الله بن مسعود كم زور انسان ورجل من هذيل هذيل قبيله كاس ناس وبلال ناس بلال ناس كم زور ورجلان لست اسميهما او بوكا ساندي جنون الى هذا بوكا ساندي جنون غبط وسات ندى يسوع كم زور كاسان الرسول صلى الله عليه وسلم المشركين يقتصوا الاغواري تمتوا شركين كم زور بلال المدرسه تاري راو سيمون دي شرم مدرسة كي كنا سولا غي دو باسا وكيل سبحان الله سبحانه وتعالى نوح عليه السلام ونور القومون ونور بيغمران دا قومون تذكيري كل زاغير نزل عنه تفصيل بدي بي جوش خواهو جي اعتراض کرده اعتراضات يو اعتراض بي جو بيغمبر ما ادا کرده جي تاسر جي كم مرگري دا غسي دي اكم زوري دي ما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي نوح علیہ السلام دی ویشتہ مرگیری چی کم دے سر زیران دے گئی اپا من کی خمخلان خلق دے گئی اتا سر ناسی دی او اسو پری دیندار و خلق مانے دا بی دینا علمانیان اگو بیدارت کی ویدوی نک بی یعنی اگو پویدہ ستا ہوئی دا اگوی پتنی کی پویدہ دیتا ہوئی چی تر اللہ دی شرک خلاف ورزی کو بے ہوتا سے تا پوئی دا اللہ پا دین چی روان تا نپوئی اگر کہ ڈاکٹر اگر کہ انجینئر دس ریکار نشتی گرے لیکن اسی سرے ڈاکٹر دے انگریزان کو ملک کے ڈاکٹری پر خدا نہیں دین دار ہے خگیر ہے بڑا بڑا داخل لباس لگا ہے در رسول صلی اللہ علیہ وسلم لباس پشان دے عبادت ناس تا پاس سلاغا بطر کی دام دا ہوئی بطر کی گرے نکو بھی اگر کہ ڈاکٹر دے انجینئر دے انگلیش والے مور جی کمپیوٹر مور یار سوال ہو رہی نا نا جی در رسول صلی اللہ علیہ وسلم پتر کروان دے نکو بھی نگوی رسول صلی اللہ علیہ وسلم فوقع في نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء الله ان يقع. الرسول صلى الله عليه وسلم خبر في روايه. والرسول صلى الله عليه وسلم يرسل كوكب البرز لمجلس دون زلك مزوري فاسوما
ندی برای سرکین نو کدام مشران و اسلام قبول کنو در قبیله بطوله به اسلام که داخلی زد رسول جسیم گیوی رسو داری چه غیر غیلمانه و سر نلگه فحدث نفسه نو رسول جسیم نتبال زنسر دقا خبر دقا سوچی کهو سوچی کهو چه اللہ دا آیت نازل کو ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه اي پیغمبر وی دغه کسان چې د مجلس نه شری وای کوم چې سحر ما خام الله سبحانه وتعالى دعا غانی غواړي هغه سره پوره دي ټکی دا چې دونه شری صحیح مسلم کې حدیث دی د لری نه کې پیغمبر وای دا کمالدار دي که د قبیلو مشرانو کار سود دی وګورئ دوی ته نه راځي غریبانان کمزوری خلق من سره تن نه نه غوړم مال من سره تن نه نسب نه دي من سره تن رنگ نه دي او من سره تن چې نه ده د باډي زور نه دي چې جسم کې سمو زور دي من سره تن ان اکرمکم عند الله اتقاکم یشرل نه تن جديده زمو سره تن جديده یشرل نه تن جديده زمو مجلس تن جديده یشرل نه تن جديده مونږه مجلس تن جديده یشرل الله نه لري کائن من کان که هر سوق دی که هر سوق دی نه دی موږ د خلکو باندې دلت ترجیح ورکو کوم چې الله دې دې لګ کوم زوري د مسلمان طریقه او بل ځکه الله سبحانه وتعالى په قران کې وږي کوم الله خپل پیغمبر ته نصیحت کړه ولا ته دنا الیک الى ما متعنا به ازواج منهم زهره الحیات الدنيا پیغمبر خپل نظر دې ترته تمره د دنیا ترته د دنیا چې کوم خوشالۍ نه متونه ماته دوی له ورکړي دي دی بيجن له لنفتنا وفي ذا قوم امتحان ما في راوسته دا غير ما جاءت السوي وعن ابي هبيره عايد بن عمرو المزني رضي الله عنه وهو من اهل بيعه الرضوان بيعه الرضوان والدي ابو سيرت كمان دا واقع مختصر زم اشاره كده بيعه الرضوان والدي چې رسول الله صلى الله عليه وسلم دي الله ربي مبارك وي ويزي درجه وي معنا رجي لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فأغنبرا بكم خلق جلوان لا تسرق بيات كرد لأقول الله رجيه يوم قدال أبو هبيرة عائد بن عمرو المزني رضي الله عنه ويجلي أبو سفيان راغله مدينيته فكم وقت إذا حديبية إذا صلحوا شو كان تجنب بني بیاو غدر چې وګو مشرکین وګو د دې سوره نه بعد ابو سفیان راغله او مدینه ته خپل لور خاتم لړ رسول سن بیبی ابو بکر وا کړه لږ چې دغه تلین چې تکړه وی دا د پیغمبر تلین ده پاک تلین ته پلیتی مشرکی ته مدینه کې دا وخت ابو سفیان د اسلام نو قبول کړ او ابو سفیان رضی الله